منذ سنوات يحاول الحرس الثوري الإيراني للسيطرة على طالبان لنشر سياسة الإرهاب، وأن تكون طالبان الإرهابية إحدى تلك الأدوات التي يستخدمها الحرس الثوري في تصدير الثورة ومبادئ الإرهاب. الدليل على ذلك أن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد أكد أن طالبان تجري مفاوضات مستمرة مع مسؤولين في إيران، وأن وفد من حركة طالبان يزور طهران، وأن ممثلي حركة طالبان يقومون بزيارات مستمرة من دول الجوار من أجل دعم سياسي وأخلاقي من هذه الدول. هذا كله كلام غير واقعي، أما الحقيقة فهو التنسيق المستمر فيما بينهم لنشر الإرهاب، ويستغل الحرس الثوري الإيراني في تجنيد الفقراء من الأفغان ليكونوا مقاتلين في سوريا وفي الحرس الجمهوري الإيراني، ويقدر أعدادهم حاليا أكثر من 12,000 مقاتل، ويتلقون رواتب تقدر ب $600 بالشهر، غير يعطونهم وعود بالتجنيس. ويقدر عدد الذين قتلوا في الحرب السورية الأخيرة من الأفغان حوالي أكثر من 1,000 مقاتل. تحاول إيران أو الحرس الثوري الآن أن تكون لاعبا رئيسيا في أفغانستان بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية من أفغانستان. وتؤكد المعلومات أن معظم مقاتلي طالبان الآن يتلقون تدريبا عسكريا في معسكرات الحرس الثوري الخاصة وعلى أسلحة متقدمة. هذا التعاون بين طالبان وإيران ليس بجديد، أكدت الجهات الاستخباراتية أنه تم العثور على عدة وثائق سرية على الجهاز الشخصي لأسامة بن لادن على وجود اتصالات بين أسامة وإيران. علينا الآن دعم الجهود الإغاثية ومساعدة الشعب الأفغاني والدولة الأفغانية حتى لا يسيطر الإرهابيين على أفغانستان وتتحكم إيران بالقرار السياسي، وطموحات الحرس الثوري احتلال الأراضي العربية والسيطرة على القرار الإسلامي والعربي.